السلام عليكم. الإعلان رسمياً اليوم عن السيطرة الكاملة على مطار الحديدة واستكمال تطهيره وتمشيطه من الألغام، خطوة مفصلية في معركة الحديدة تأتي بعد 6 أيام من المعارك التي تدور في الجهات الجنوبية الغربية من مطار الحديدة. بالمقابل صرح المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الاثنين عن أمله في استئناف مفاوضات السلام في شهر يوليو المقبل. تبدو المواقف الدولية عقب معركة الحديدة أكثر صرامة فيما يتعلق بالحل السلمي الذي ربما باتت النتائج العسكرية تفضي إليه، بل وقد تدفع بميليشيا الحوثي تحت ضربات التحالف إلى العودة إليه كخيار وحيد يبقي لهم بعض الأوراق التفاوضية في الحديدة. روسيا التي تتولى الرئاسة الدورية للأمم المتحدة تقول إن الحل السياسي يبقى الطريق الوحيد لإنهاء الحرب الدائرة في اليمن. يبدو الإنجاز العسكري في الحديدة عنواناً لمرحلة قادمة في الحرب اليمنية وسط عوامل شائكة ومضطربة على مستوى العمليات العسكرية وما يتعلق بمسألة بعد السيطرة، ناهيك عن الوضع الإنساني الذي بات يحاط بمحاذير كثيرة. تطورات عسكرية وسياسية محمولة على أكف الرهانات السياسية في سباق محموم للسيطرة على المشهد، فهل ستتغير معادلة الخطاب بتغير معادلة القوة على الأرض؟ وهل الحكومة الشرعية تحتل مواقعها في كل الأحداث؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه مع ضيفنا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث نبيل بوكيري، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك مشاهدينا الكرام. إذن بعد السيطرة على مطار الحديدة أستاذ نبيل، نبحث وراء تطورات المواقف الدولية أيضا وما الذي سيحدث بعد ذلك، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. في الحديدة يعلو غبار المعركة من جديد، هذه المرة من داخل المطار والمناطق التي تحيط به. فالصورة الواردة من هناك تؤكد أن المعركة دارت في مطار الحديدة، وبعد أيام من الهجوم والدفاع دخلت قوات الشرعية إلى قلب المطار. ارتفع إيقاع معركة السيطرة على مطار الحديدة، وباتت الاشتباكات داخله وفي محيطه بين قوات الشرعية المسنودة بالتحالف وميليشيا الحوثي التي ظلت تنفي خبر وصول المعركة إلى المطار، لكن ميدان المعركة قال كلمة الفصل. مساحة واسعة من مطار الحديدة تحت سيطرة قوات الشرعية، ومع مرور الوقت تتوسع سيطرتها، ونيران المعركة لا تتوقف في إطار العملية العسكرية الواسعة التي أطلقتها الشرعية اليمنية مسنودة بالتحالف العربي لما أسمته استعادة الحديدة. صباح اليوم الثلاثاء دارت معارك هي الأعنف عند مداخل المطار، أعلن فيها قائد عملية الساحل الغربي أن قوات الشرعية دخلت المطار في عملية عسكرية نوعية بغرض السيطرة عليه. وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة فقد وصلت إلى مدرج المطار وسيطرت عليه. ترتفع وتيرة المعركة في الحديدة بعد جولة المبعوث الأممي إلى صنعاء التي يقول متابعون أنه فشل في إقناع ميليشيا الحوثي بتسليم مدينة الحديدة سلمياً والاستجابة للحل السياسي، بينما نفت قيادات حوثية أن يكون المبعوث قد طرح عليهم فكرة تسليم المدينة. تتوسع دائرة المعارك في المدينة التي تضم ميناءً كبيراً وتدخل منه معظم المساعدات والمواد التجارية والغذائية في بلد يعاني من أزمة إنسانية كبيرة وسوء تغذية واسعة. وتتحدث التقارير الأممية عن نسبة كبيرة من اليمنيين أصبحوا على مشارف المجاعة. على صعيد متصل بالمعارك العسكرية يحضر الحديث عن المفاوضات السياسية، وتستمر تحركات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث وحديثه عن المفاوضات، ومن بينها حديثه الأخير خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عن أمله في أن تستأنف مفاوضات السلام في شهر يوليو المقبل. إذن أستاذ نبيل، الحديدة معركة باتت اليوم محاطة بالكثير من الترقب والحذر أيضا، أنت كمتابع كيف تتابع معركة الحديدة؟ لا شك أن معركة الحديدة هي ليست نهاية المعارك في اليمن وليست بداية المعارك أيضا، لكنها ستكون انعطافة لمرحلة جديدة من العمل العسكري المتصاعد والكبير، بالنظر إلى أهمية الحديدة العسكرية والاقتصادية والإنسانية أيضا. وبالتالي أنا باعتقادي أنه أيضا الآن المعارك على مشارف المدينة بعد سقوط المطار، أصبحت المدينة اليوم
إذا ما قرر التقدم باتجاه الميناء ستكون المعركة شديدة وقاسية جدا، بالنظر إلى أن الحوثيون لا يمكن أن يسلموا المدينة بسهولة، بالنظر إلى ما تمثلها لهم هذه المدينة من مصدر مالي كبير، وكل ما يأتي لهذه المدينة يخضع لهم، وبالتالي أيضا حتى ليس على مستوى فقط العملية التجارية وإنما على مستوى حتى المغوثات الإغاثة الإنسانية والمساعدات التي تأتي للمتضررين الحرب يتم أخذها وتحويلها إلى مجهود حربي للميليشيات الإنقلابية. وبالتالي سقوط الحديدة إذا ما تسنى المعركة وسارت بهذه الوتيرة التي سارت عليها خلال 48 ساعة الماضية، أنا باعتقادي إذا استمرت بها بنفس هذه الوتيرة ستكون معركة قوية وستكون خسائرها كبيرة على الطرفين لا شك في ذلك. لكن في حقيقة الأمر هي تمثل انكسار كبير لجماعة الحوثي، هذا الانكسار الذي لم يكن يتصوروه في وأن تصل هذه المعركة إلى الحديدة التي تمثل لهم أهم نقطة اتصال مع العالم الخارجي. وبالتالي سقوطها خلال الساعات القليلة القادمة ستمثل لهم انتكاسة كبيرة أيضا، وستؤدي إلى تضعضع كبير في معنوياتهم، وستفتح جبهة عسكرية طويلة على امتداد الساحل وصولا إلى ميدي وبقية المناطق. نعم. إذن تقول وسائل الإعلام التابعة للإمارات السعودية أنه تم السيطرة على المطار، وبالتالي فإن الميناء ربما هو سيكون الخطوة القادمة أو الهدف القادم. ألا توجد مخاوف أو محاذير من سيطرة الإمارات على الميناء؟ باعتقادي أيضا أنه في هذه النقطة بالذات، أنا باعتقادي أنه التحولات التي طرأت على المشهد السياسي اليمني على امتداد دعني نقول الثلاثة والأربعة الأيام الماضية هي تحولات كبيرة فيما يتعلق بمسار العلاقة بين الشرعية والتحالف والإمارات تحديدا، فيما يتعلق بعودة رئيس الجمهورية، عودة الحكومة، ممارسة الحكومة لأعمالها من عدن. هذه تحولات في الملف السياسي تصب في صالح معركة الحديدة وتقلل من المخاوف التي ترفع باتجاه سيطرة الإمارات على الحديدة كما سيطرت على عدن. أنا باعتقادي المشكلة مع الإمارات أو المسألة ليست تتعلق في مدى سيطرتها على الميناء بقدر ما تتعلق أيضا بضعف أداء الشرعية. أنا باعتقادي أنه هناك فراغ، الإمارات تتمدد في فراغ موجود، هذا الفراغ سببه سوء إدارة وركاكة أداء وهشاشة أداء الحكومة الشرعية. أنا باعتقادي أنه الإمارات ليست على كل شيء قدير في هذه المرحلة، وليست يعني نحن دخلنا معها كحكومة شرعية، أنا أتحدث هناك كمراقب لوضع الحكومة الشرعية التي استدعت التحالف العربي، والتحالف العربي الذي من ضمنه الإمارات العربية المتحدة. أنا باعتقادي بيد الحكومة أن ترسم مسارا واضحا لتعلاقتها مع الإمارات تحديدا. الإمارات دولة حليف الآن، ويجب أن تبقى هذه العلاقة في إطار هذا المفهوم، أنها دولة حليفة وشريكة في هذه المعركة ويهمها مصير هذه المعركة، وبالتالي يجب أن يكون خطاب الأهداف أو أهدافها وعملياتها واضحة ومرسومة بجانب عمليات وأهداف الحكومة الشرعية. أما أن تغيب الحكومة الشرعية تماما عن المشهد ثم تأتي بعد ذلك وتتحدث عن أن الإمارات تسيطر على كل شيء، أنا باعتقادي اللوم هنا لا يتوجه للإمارات بقدر ما يتوجه للحكومة الشرعية التي تغيب في أهم مرحلة مفصلية في هذا التوقيت، فلا نريد تكرار سيناريو عدن. نعم، لكن اليوم هي بالفعل غائبة، يعني لا يوجد هيئة أركان، لا يوجد إعلام، لا يوجد شيء يثبت الحكومة أن الشرعية موجودة. الحكومة الشرعية هي التي تغيب نفسها وليس الإمارات هي التي تغيبها وليس التحالف. لماذا تتوجه الحكومة الشرعية؟ أنا أقول دائما أن الحكومة الشرعية هي فريق غير متجانس، متشاكسون. اليوم أيضا من ما أضاف مزيد من الضعف في الأداء الحكومة الشرعية هو وجود هذه الكنتونات التي تم اختلاقها بعد مقتل علي عبد الله صالح، وانضمام بعض من كانوا محسوبين على معسكره كطارق صالح وميليشياته إلى هذه المعركة دون تحديد سقف واضح أو عنوان واضح لطبيعة هذا الانضمام. هل أنت تعترف في هذه الشرعية التي يقاتل اليمنيون من أجلها والذي يعترف بها العالم، أم أنك تريد أن تكون يعني رديفا آخر لهذه الشرعية وتمثل عائقا آخر في وجه الشرعية مثلك مثل الفصائل التي كانت في الجنوب وفي عدن تحديدا. بالتالي اليوم أنا باعتقادي أن السؤال الجوهري والمركزي يجب أن يتوجه، واللوم الكبير يجب أن يتوجه للحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية هي التي تغيب نفسها، وهي التي بأدائها والفراغ الذي تصنعه سياساتها الخالية من أي خيال سياسي ومخيال سياسي في هذه المرحلة هي التي تؤدي إلى تغييب الشرعية، وهي التي تؤدي إلى هذا الفراغ الذي يمتلئ
من خلال هذه الدمى التي تحركها، سواء محسوبين على الإمارات أو محسوبين على أي أطراف. وبالتالي أنا باعتقادي اليوم الخلل الكبير موجود في هيكل وفي جهاز الشرعية، لكن أعتقد أيضا أنه الخطوات التي حصلت خلال الثلاثة أو الأربعة الأيام الماضية، استعادة الشرعية إلى عدن، افتتاح مشاريع أو بمعنى آخر البدء بتشغيل عجلة العمل في إطار مؤسسة الدولة في عدن، هذا يفتح لنا نافذة لمزيد من الجهود ومزيد من الحضور للحكومة الشرعية، التي أنا باعتقادي أنها حققت الشيء الكثير بغض النظر عن الإخفاقات التي حصلت في الجهاز والبيروقراطية التي تحكم عقلية السلطة. لكن في نهاية المطاف أنا باعتقادي كل الظروف وكل العوامل مساعدة لعودة الشرعية ول يعني السيطرة أو يعني البدء بعمل جيد في هذه المرحلة وتجاوز كل سلبيات المرحلة السابقة. نعم، إذن الحديدة لا تزال محط اهتمام دولي، برأيك هل هناك مخاوف من تعطيل ميناء الحديدة فعلا ومن مهددات تحيط بالكثافة السكانية أيضا في المدينة، أم أنه يعني يراد للحوثي أن يظل قوة فارضة على الأرض؟ طبعا فيما يتعلق برفع خطاب الحالة الإنسانية في الحديدة، طبعا ليس بريئا، صحيح في إشكاليات في الحديدة، طبعا هذه الإشكاليات ليست متعلقة بالحرب فقط. أنا باعتقادي الحرب أحد الأدوات التي تمثل إشكالية بالنسبة لسكان الحديدة، لكن سكان الحديدة في الطبيعي في الوضع الذي السائد منذ فترة طويلة، هؤلاء الناس خارجين فيها عائشين في خارج المشهد اليمني تماما. الظلم الموجود في الحديدة، النهب الموجود في الحديدة، الحياة الهامشية التي وضعت سكان الحديدة فيها على امتداد مرحلة ما حكم صالح وما قبل صالح. أنا باعتقادي هناك ظلم وهناك تهميش. أنا باعتقادي اليوم يعني مثلا جزء كبير جدا، حتى لا تتضح الصورة، جزء كبير جدا من المقاتلين اليوم في الصفوف الشرعية في الحديدة هم من أبناء هذه المناطق، هم الذين شاهدوا وعاشوا مرارة الظلم والحرمان والفقر والاستبداد الذي مورس عليهم أثناء سواء ما قبل الحكم الجمهوري أو أثناء الحكم الجمهوري، وخاصة في عهد الرئيس علي عبد الله صالح. ذاقوا الأمرين ونهبت مقدراتهم وأراضيهم، وتم تسخير بعض المشايخ الذين ينتمون للمؤتمر الشعبي العام ليعثوا فسادا في هذه المناطق ويهينوا ويذلوا، وأيضا حتى أيضا جزء كبير جدا من هذه البلاد تعتبر بحكم البلاد المنهوبة والمسروقة من قبل مراكز النفوذ والقوى في 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 المناطق الشمالية. مشايخ المناطق الشمالية مسيطرين على أجزاء كبيرة من هذه البلاد، من أخذت منها أجزاء كبيرة منها تؤخذ بالقوة أو أيضا بالتحايل أو باستخدام النفوذ والسلطة التي كان بأيديهم. بالتالي هناك إشكالية حقيقية في الحديدة، هذه الإشكالية الحقيقة اليوم الحرب هذه تمثل حل جوهري لمثل هذا الظلم ومثل هذا الاستحواذ على مناطق الحديدة. الجانب الإنساني اليوم، يعني طبعا الجانب الإنساني هو خطاب عاطفي لدغدغة مشاعر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، ليتم بذلك توظيف هذا الخطاب الإنساني في إيقاف عجلة المعركة. عجلة المعركة اليوم القلب في هذه العجلة أو في يعني رأس الحربة في هذه المعركة هم أبناء الحديدة، الألوية التهامية التي تثأر للظلم التاريخي الذي وقع في هذه المنطقة والتي تريد أن تتحرر من هيمنة النفوذ المناطق الشمالية التي سيطرت على لبنان. نعم، يعني وأنت تتحدث عن هذه الألوية التهامية طرأ في بالي هناك سؤال يطرح دائما عن طبيعة القوات المشاركة في هذه المعركة. طبيعة هذه القوة طبعا يعني هي قوة مختلفة و متعددة إن صح التعبير، جزء كبير أيضا منها ينتمي إلى المناطق الجنوبية تحت لواء أو مسميات الألويات العمالقة، والجزء الأكبر أيضا من أبناء تهامة تحت الألوية التهامية. صحيح في إشكالية في التشكيل، وهي هذه الإشكالية طبيعية نتيجة لبداية الحرب والحالة العشوائية التي أدت إلى المقاومة الشعبية، مما أدى إلى تجمع مثل هذه. أيضا هناك أطراف أرادت من خلال تشكيل أو من خلال يعني الدفع بتشكيل مثل هذه الألوية المناطقية إن صح التعبير، اشتغلت على فزاعة المظالم الإقليمية، المظالم المحلية التي حصلت لاتهامة وحصلت المناطق الجنوبية في بعد الوحدة. كل هذه العوامل ساعدت في 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 تشكيل مثل هذه الألوية التي خرجت من رحم الحرب والمعارك التي دارت على امتداد 2014 و2015 و2016. وبالتالي أيضا هناك جزء بسيط من هذه القوى اليوم، وهي الجزء التي يدور عليها كثير من علامات الاستفهام، وهي القوى التي تتبع طارق صالح.
طبعا صحيح. يراد من خلال هذه القوة، هي قوة صغيرة طبعا، لا تتعدى 3000 في أقصى تقدير لها، يعني وإنه بعض المعلومات تقول أنها لا تتجاوز 1500 مقاتل. هذه القوة هي التي اليوم يراد أن تحصد نتيجة هذه المعركة من خلال المعارك التي يقودها الألويات العمالقة والألويات التهامية، فيأتي بعد ذلك هذه القوات بأمر من بعض أطراف التحالف وهي الإمارة تحديدا ليستلموا بعض المناطق المحررة. لكن أنا باعتقادي أنه تجربة 3 أشهر الماضية من هذه المعارك أثبتت أن هؤلاء أن هذه القوة أضعف بكثير مما من الدور الذي يراد أن أن أن, أن يقوموا به. وبالتالي أنا باعتقادي اليوم أيضا حتى طبيعة وصيرورة المعركة وصيرورة التحولات التي تحدث في المجتمع التهامي والمجتمع الجنوبي والمجتمع اليمني عموما لن تسمح بعودة التقسيمات السابقة والاستيلاء على يعني أو بمعنى آخر يعني حصد ثمار هذه الحرب لطرف وتجيره لطرف ما. أنا باعتقادي أنه الاتهامي الذي اليوم أصبح جزء من هذه المعركة وتدرب على السلاح ومختلف أنواع السلاح وخاض المعارك وضحى لا يمكن بسهولة أن تأتي وتخدعه وتقول له أن يركن على جنب ليأتي بديل عنه من الهضبة أو من غير الهضبة أو من أي منطقة ما ليحل بداله ليدير هذه المنطقة. إذن لاستطلاع عن الوضع الإنساني أكثر تنضم معنا عبر الهاتف الأخت غدير طيرة النازحة والناشطة في المجال الإنساني من الحديدة. مساء الخير أستاذة غدير. مساء النور أستاذة. حدثينا عن الوضع الإنساني في الحديدة يا غدير. والله الوضع الإنساني في الحديدة متدهور بشكل مش طبيعي. أولا حصر الخناقة هي السكنية ومداخل المدينة مثل شارع الكنيش وأمام نصف القمر اللي هو في الخط الساحلي وأماكن قريبة لجهة المطار. إلى يومنا هذا في ناس تأثروا من الألغام، يعني قبل 3 ساعات وصلنا خبر لرجل توفى أثناء قيادة السيارة من جهة خط المطار. نعم قبل سائق موتور. أنت نزحتي من منطقتك غدير؟ نعم للأسف اليوم. إلى أين ذهبتم؟ صنعاء. إلى صنعاء. كم عدد العائلات التي خرجت من الحديدة؟ استمعنا إلى أنه أعداد كبيرة كانت بالخروج والتوجه إلى صنعاء. العدد كان مش طبيعي، يعني ما أقدرش أجيب لك عدد معين. نعم. إنه ما يعادل 70% من 60 إلى 70% خرجوا من الحديدة ناجحين إلى صنعاء، المحوي، حقة، ريمة، إب. نعم، يعني كيف، هل هناك أي ردود فعل حوثية تجاه المواطنين جراء هذه العمليات العسكرية جراء النزوح؟ بالنسبة لليوم أحد المشاكل اللي واجهتنا يعني بالنزوح إنه ما نقدرش نخلي الباص أو السيارة اللي بنمشي عن طريقها من الحديدة إلى صنعاء مش قادرين، فمنعوا دخول أي سيارة من خارج الحديدة لداخلها، فنضطر إنه نمشي من منازلنا إلى كيلو 16 بعدين نتجه للسيارات والباصات نتحرك بعدها لصنعاء. فهذه كانت أحد الإشكاليات. وغير كذا إنه قبل بعد ما تحركنا اليوم لصنعاء في أسرة بعدنا بثواني قصفت، وكان يعني هم كانوا يستهدفوا طقم حوثي لكن للأسف استهدفوا كمان أسرة. استهدفوا كاملة في باص كبير. وماذا عن القصف؟ نعم، وهل هناك قصف؟ يعني استمعنا إلى أنه توجد دبابة حوثية تقصف إلى داخل المجمعات السكنية، هل ذلك صحيح؟ حاليا في المنطقة اللي أنا أسكن فيها ما شفت حاجة زي كذا، وإنما في منبر حسب أهالي منبر كانوا يتكلموا فعلا إنه الحوثيين بعضهم سكنوا منازلهم، دخلوا المساجد إلى آخر، فاضطروا إنهم ينزحوا. وكان الحوثيين أحد المشاكل اللي خلت أهالي منبر يخرجوا ويتركوا منبر. طيب الأهالي الغير قادرين على النزوح غدير، نعرف أن النزوح يتطلب مال، يتطلب أسر تستقبل، يتطلب إيجارات، يتطلب أشياء كثيرة، ما الذي صنعته مثل هذه الأسر التي لا تمتلك حق النزوح أو القدرة على النزوح؟
للأسف لا زالت باقية بالحدود. نعم، هل لديك أي معلومات حول حركة الميناء؟ هل ما زالت مستمرة؟ في الوضع الراهن مستمر حركة الميناء طبيعي، وإنما المشاكل أغلبها في جهة المطار ما بعد المطار الدوار ونقطة العروض ومن نعم جهة المطاحن، نعم طاحن البحر الأحمر. كان الله في عونكم غدير، وأتمنى لكم السلامة والعودة إلى دياركم آمنين سالمين. شكرا جزيلا لك غدير طيرة، النازحة والناشطة في المجال الإنساني، كنت معنا عبر الهاتف من الحديدة. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني هناك مخاوف أيضا لدى اليمنيين من نكسة قد تحول دون استكمال يعني هذه المعركة، التراجع، أن تكون مجرد ضغط لأجل الجلوس على طاولة الحوار كما حدث ربما في مرات سابقة وفي مناطق مختلفة. باعتقادي أيا تكون النتائج التي يتوقعها المتوقعون، فإن معركة الحديدة تمثل انتصار كبير للشرعية وانتصار كبير لليمنيين في دحرج هذا الانقلاب. هي خطوة ليست نهائية لكنها خطوة كبيرة في سبيل استعادة الدولة، وفي سبيل أيضا إخضاع هذه الميليشيات وسحبها من المجال العسكري للمجال السياسي. بالأخير أن تدخل هذه الميليشيات إلى أي تفاوض سياسي وهي منكسرة عسكريا خيرا من أن تدخل وهي تمثل رقما صعبا في المعادلة السياسية. أنا باعتقادي كل المحاولات التي يتم الدفع بها من خلال بعض الأطراف الدولية ومن خلال بعض المنظمات، بعض التقارير التي تريد أن تتحدث وأن تستغل الأزمة الإنسانية، طبعا طبيعة الحرب هي حرب لها تداعيات خطيرة على كل المستويات وخاصة المستوى الإنساني. طبيعة الحرب لها نازحون ولها متضررون ولها جرحى، وهي بالأخير هي حرب ليست بمزاج واختيار من يدير هذه المعركة، هي حرب تفرض تداعياتها وتفرض أضرارها وإشكالياتها على سكان هذه المناطق اللي يدور فيها الحرب. لكن أيضا في 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 الأساس إنه هذه المعركة هي معركة مصيرية بالنسبة لهذه الميليشيات ومعركة مصيرية بالنسبة للحكومة الشرعية. وما سيسقط في هذه المعركة هي تضحيات أنا باعتقادي ستكون أقل بكثير مما لو تم التغاضي والذهاب إلى مفاوضات سياسية مع هذه الميليشيات التي يدفع من بعض الأطراف أن تكون رقما صعبا في المرحلة القادمة. أنا باعتقادي أنه أن تقدم التضحيات اليوم وبهذه الإمكانات الموجودة خير من الإذعان والاستسلام لضغوطات المجتمع الدولي في الحديث عن مفاوضات سلام مع هذه الميليشيات. أنا باعتقادي ما لم يتم كسر هذه الميليشيات عسكريا ويتم حصارها ويتم عودتها إلى مربع الصفر وهو مربع الخروج أو مربع البداية اللي انطلقت منه في صعدة، أنا باعتقادي ستكون تضحيات كبيرة مستقبلا ولن تكون سوى محطات من محطات الاقتتال الدائم لليمنيين مع هذه الميليشيات. نعم، ماذا لو تكرر سيناريو عدن وسيطرة الإمارات على كل شيء؟ طبعا الإمارات موجودة، نحن لا نستطيع أن نقول أن الإمارات غير موجودة في المشهد، هي موجودة، لكن وين الإشكالية؟ أنا سأعود إلى النقطة التي أثرتها سابقا، لا تكمن إشكالية اليمنيين أو إشكاليتنا حاليا في المشهد السياسي اليمني مع الإمارات ولا مع السعودية ولا مع إطراف. الإشكالية تكمن أن هناك ضعف في أداء الشرعية. هذا الضعف يتمثل في ليس فقط في 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 أداء الشرعية بمفردها، وإنما أيضا حتى في حالة الشتات والتشاكس الموجود بين القوى السياسية المؤيدة للشرعية. هناك تضارب أجندات ومصالح بين الأطراف السياسية الموجودة في المعادلة السياسية اليمنية، سواء المنضوين تحت اللقاء الشرعية أو اليوم ما يمثلون بالجناح الصالح وجناح العفافيش في الشرعية. يعني هناك إشكالية كبيرة تكمن في خصوم الحوثي، في خصوم الانقلاب، سواء الخصوم الجدد الذين ربما قد يكونوا اليوم حتى خصومتهم مع جماعة الحوثي ليست بتلك الدرجة من الخشونة وبتلك الدرجة من العداوة بقدر ما تكون ربما يعني اختلاط خلط أوراق وتلاعب أدوار. حتى الآن نحن لا نستطيع أن نحدد مسار واضح بين طبيعة العلاقة بين جماعة الحوثي وجماعة صالح بغض النظر عن المعركة التي تمت وعن تصفية صالح، لكن في الأخير أنا باعتقادي أنه ما لم يتم الاعتراف الشرعية والعمل تحتها ستمثل هذا الطرف بالنسبة للحكومة الشرعية عائق كبير كبير جدا، وخاصة ما لو تم استتباب الأمر في الحديدة وتم تسليم هذه المدينة أو سمح إذا قدر الله سمح لهم بأن يكونوا هم الطرف الذي يدير الملف الأمني في الحديدة. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ نبيل أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليك وإلى السادة المشاهدين.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ نبيل. أستاذ يمين نبيل، يعيش اليمني عزلة مما يحدث في الحديدة، نعود يعني لنقطة غياب الشرعية ولكن أيضا إعلاميا، هذه نقطة جدا مهمة. يعني الوسائل الإعلام التي هي موجودة هي تتبع الإمارات والسعودية فقط، التمثيل الرسمي للمعركة أيضا، الخطاب، كل ما يتحدث عن مستجدات ومعطيات المعركة لا نستطيع الوصول إلى معلومة محلية. قلنا نحاول التواصل مع ناشطين، نحاول التواصل حتى على مستوى يعني بعض القيادات العسكرية، نحاول الوصول إليها لا تجيب. طبعا هذه الإشكالية هي كما قلتنا أنه في تغييب للحكومة الشرعية، غيبت نفسها في هذه المعركة تحديدا، رغم أنه الحضور الكبير أيضا، لا تنسى أنه الويات العمالقة، جزء كبير جدا من الويات التهامية، هذه كلها تدين بالولاء الحكومة الشرعية وتعمل تحت غطاء الحكومة الشرعية. في إشكالية، هذه الإشكالية وهذا الخلل الكبير اليوم أنا باعتقادي لا يرجع للتحالف العربي بقدر ما يرجع للحكومة الشرعية. بالأخير أنت صاحب هذه الأرض وأنت من تمثل هؤلاء الناس وأنت من ينظر إليك المجتمع الدولي. هل يمكن أن هناك ضغوط يعني مورست عليه في عدم التدخل أو الوجود الحقيقي؟ طبعا قد يكون هناك سياسات ما، ليس ضغوطا ولكن سياسات ما، بحيث أنك تظل مغيب عن المشهد السياسي، لكن لا أحد يستطيع أن يغيبك ما لم يكن عندك استعداد أنت لتغيب عن هذا المشهد. نعم، يعني إذا كان هناك سياسات، لما القبول بهذه السياسة التي تظهرني ضعيفا بهذا الشكل؟ يعني طبعا الإشكالية كما قلتنا أنه يعني فريق الشرعية غير متجانس، وأداؤه يكاد يكون صفريا في إعلاميا في الجانب الإعلامي. يعني هناك فشل كبير لمسمى وزارة الإعلام والوزير الإعلام ولطاقم وزارة الإعلام التي تعتبر من أكبر الوزارات قرارات وتعيينات خلال السنتين الماضيتين. لكن أداؤهم على أرض الواقع هو صفر في الشمال. يعني ربما ما يقوم به محمد الربع، الفنان القدير محمد الربع، ربما يضاعف آلاف المرات ما تقوم به وزارة الإعلام. لكن هذا الإشكالية أيضا أنه ما فيش حتى محاولة لإصلاح هذا الخلل أو تلافي هذه الإشكالية على مستوى الجهاز الإعلامي، على مستوى الجهاز السياسي، على مستوى الجهاز الإداري لهذه المؤسسات التي يفترض أن تكون في الميدان اليوم. يعني من المعيب جدا أن توجد مثلا وسائل إعلام تابعة للإمارات وتابعة للتحالف، بينما لا توجد وسيلة إعلام يمنية تغطي الحدث، مراسل واحد، يعني مراسل واحد. يعني ما هي العوائق وما هي الإشكاليات التي تمنع عدم وجود مراسل يمني للتلفزيون الحكومي الرسمي أو لأي قناة يمنية تتواجد على أرض المعركة؟ يعني ما فيش أي يعني. وطبيعة هؤلاء المراسلين كلهم مراسلين يمنيين طبعا، سواء الذين يشتغلون مع وسائل الإعلام الإماراتية أو الذين يشتغلون مع، نعم. هناك أخبار أستاذ نبيل بأنه يعني حتى طاقم قناة اليمن التابعة للحكومة الشرعية لم يسمح لها بالدخول لتغطية الأحداث. طبعا إذا صحت مثل هذه المعلومة فهي كارثة كبيرة وإشكالية خطيرة. ألا يجب الإعلان عنها أيضا يعني أنها منع؟ طبعا هذا يعني جزء من الإشكالية اليوم. نحن نقول السكوت حينما نتحدث عن 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 فشل وزارة الإعلام ووزير الإعلام تحديدا وشخصيا، يعني يتمادى الامر ليتم يعني مثلا مثل هذا المفترض انه خبر، يعني هذا المفترض انه وزاره الاعلام يكفيها انه خلال هذا الشهر انجازا تعلن عن هذه الخطوه انه تم منع طاقم التلفزيون اليمني الرسمي، لكن يعني ان يتم الصمت، يعني ان يتم اهانتهم ويصمتون، هذه الكارثه الكبيره التي على ضوئها وعلى ومنها ينطلق مزيد من الاذلال والاهانه والتغييب للحكومه الشرعيه. انا باعتقادي لا يكتفي فقط مجرد يعني مثلا اليوم، يعني من الكوارث التي اصابت اليمنيين واصابتنا جميعا بالاحباط، وانه نعتبر عوده الحكومه الشرعيه وجلوسها في عدن من انجاز كبير. انا باعتقادي هذه من اكبر المصائب والكوارث التي ابتلينا بها. يعني خلاص انجاز انكم وصلتم الى قصر المعاشيق وتناول تعاطيتم القات على الساحل المعاشيق، يعني خلاص انتهت المشكله، صلينا صلاه العيد. يعني هذه كارثة كبيرة جدا. يعني بعض ممن يعمل في طاقم الحكومة الشرعية ومن وزراء ووكلاء وجن، يعني هؤلاء اليوم يعتبرون إنجاز إنه عادت الحكومة إلى عدن ونامت يومين أو ثلاثة أيام وممكن في أي لحظة ممكن يعودوا إلى الرياض. يعتبرون هذا إنجاز كبير جدا. لا يعني لا يوجد لي رقابة، لا يوجد لي حسيب ولا رقيب فيما يتعلق بأداء هذه الحكومة الشرعية، وبالتالي يعني عادت ما الذي عادت تعمله؟ يعني يفترض مثلا يثلا، يعني مثلا من أبسط الأمور التي ممكن يعني
مبتدئ في أبجديات العمل السياسي والعمل العسكري يقوم بها اليوم، أنه عودة الحكومة الشرعية تمثل عودة حقيقية، تمثل عودة حقيقية للدولة. يعني مثلا اليوم الجهاز العسكري الذي اليوم يدير معركة ضارية، تخيلي وزارة الدفاع بلا وزير دفاع حتى الآن، يعني ما فيش غرفة عمليات للقوات المقاتلة على الأرض، ما يوجد توصيف حقيقي لإطار القوات التي تقاتل مثلا اليوم. يعني مثلا اليوم يعني اختصاص مثلا الألوية الاتهامية والألوية الأعمال القتلية، لا أحد يعرف تابع من هذه الألوية. صحيح أنهم يعملون تحت إطار ويرفعون صور رئيس الجمهورية وأعلام الجمهورية، لكن لا أحد يدري تحت أي مسمى، هل تابع المنطقة الرابعة أم وزارة الدفاع أم تابع. يعني أيضا حتى من الإشكاليات الخطيرة أنه وزارة الدفاع لحد الآن ما حد داري وين تعمل، يعني فقط وزارة الدفاع موجودة في مارب برئاسة هيئة الأركان، بقية المناطق لا وجود لها إلا في المناطق التي تعتبر هادئة أو ساكنة في حضرموت وواجه حضرموت، لكن بقية المناطق مثلا تعز اللي محسوبة على المنطقة الرابعة، جزء من الحديد محسوب على المنطقة الرابعة، المنطقة الخامسة، يعني هناك إشكالية خطيرة فيما يتعلق بضعف أداء وركاكة الحكومة الشرعية في هذه المرحلة. نعم، إذا لو تحدثنا عن المبعوث الأممي السيد نبيل الذي تحدث عن بداية جولة من المشاورات فيه للمقبل ولم يعلق على زيارته التي ظلت 4 أيام تقريبا في صنعاء، يعني ما تعليقك؟ طبعا ما فيش أي معلومات سربت عن طبيعة هذا اللقاء وهذه الزيارة التي استمرت 4 أيام تماما، لكن ربما من بعض التسريبات وبعض الأخبار التي تحدث على أنه كان هناك مفاوضات حول تسليم الحديدة. طبيعة هذا التسليم، هل هو تسليم الميناء والمطار أم تسليم المدينة كلها؟ يعني في كانت تسريبات تتحدث في هذا الإطار، يعني وفي أشبه بإعادة إنعاش لخارطة طريق سابقة فشلت، يعني وفشل التوقيع عليها وفشل العمل حول نقاش حولها. لكن حتى الآن أنا باعتقادي أيضا أنه يعني شراء مزيد من الوقت، الذهاب إلى مفاوضات، يعني طبعا من ضمن التصريحات التي تقال أنه سيكون في الشهر القادم، بداية الشهر القادم سيكون هناك جولة مفاوضات، لكن حتى الآن لم يرشح أي معلومات تؤكد حقيقة مثل هذا، أو من هو، ما هي الطرف الذي له استعداد أن يجلس مع ميليشيات يعني بدأت بالتضعضع عسكريا في أكثر من مكان وخسرت كثيرا يعني طوال هذه المرحلة السابقة. كيف من الذي يعني سيقبل؟ يعني إذا الحكومة الشرعية هل لديها؟ نعم، يعني هي تقبل في كل مرة، يعني ربما حتى حديث جريفيث كأنه يعني مال يده من الحكومة الشرعية، بعكس يعني هو متأكد أن الحكومة ستجلس على طاولة الحوار، ولكن الآن هو مجرد إقناع لميليشيا الحوثي. طبعا أي جلوس وأي قبول بالجلوس مع جماعة الحوثي يعتبر في هذه المرحلة نوع من التراجع ونوع من اعطاء المشروعيه والشرعيه لجماعات ميليشيويه في يعني في الرمق الاخير من وجودها العسكري على الارض. انت تمنحها مزيد اكسوجين للبقاء، يعني من خلال انك تجلس معها في اطار. لكن اذا كان جميع التصريحات استاذ نبيل، سواء التصريحات الاماراتيه او حتى وزير الخارجيه اليمني، يعني كلهم يتحدثون أن معركة الحديدة من أجل الضغط على الحوثي للجلوس على مفاوضات. طبعا هذا الكلام الذي يقال للإعلام ويقال للعالم ويقال في إطار سياق دبلوماسي وخطاب، يعني خطاب دبلوماسي بحت ومجرد، لكن في حقيقة الأمر أنا باعتقادي أنه بعد هذه الخسارات التي منيت بها جماعة الحوثي ويتم دعوتها أو الجلوس معها، أنا باعتقادي أنه أنت تتخطى وتقفز فوق كل تلك التضحيات والانتصارات التي تتحقق من أجل أن تشرع لعملية سياسية تضمن بقاء هذه الميليشيات المنهزمة عسكريا. هذه كارثة حقيقية في علم السياسة وفي عالم السياسة. لكن ألم يجلسوا معهم من قبل يعني أكثر من مرة؟ طبعا كان تختلف اليوم، يعني وضعية جماعة الحوثي ما قبل سنة أو سنتين تختلف اليوم، يعني جماعة الحوثي كانت مسيطرة على ربما ثلثي البلاد، لكن الآن العكس تماما الحاصل، هي تنحسر وتتراجع بشكل كبير جدا، وبالتالي اليوم وضعها صعب جدا، وأن تمنحها مزيد من الوقت لأن نعم هل يخشى من الجلوس في المفاوضات ونحن نعلم أنها تأخذ مدى بعيد، يعني لن ننسى 90 يوما دون جدوى في الكويت، هل هي مجرد قد تقبل بها لتلتقط أنفسها وتعيد ترتيب أوراقها؟ الحوثيين طبعا كل تصريحاتهم خلال الفترة الحالية والماضية يتحدثون عن السلام بشكل يعني غير متوقع، يعني وبشكل مبالغ فيه، ليس فقط على مستوى القيادات السياسية أو عفوا ليس فقط على مستوى الناشطين والمحسوبين على الجماعة، وإنما حتى قياداتهم يتحدثون عن السلام وأنهم يريدون الجلوس وأن الحرب ليست في مصلحة أي طرف، يعني
يعني الواضح انه الخطاب انه في تراجع لهم، في تضعضع، في انهيارات، فيحاولون من خلال هذا الحديث عن السلام هو لملمة هذا التضعضع الذي أصاب هذه الجماعات وأصاب ميليشياتهم في أرض المعركة. نعم. إذن بعد هذه الانتصارات التي حدثت أستاذ نبيل، كيف تقرأ المواقف الدولية من العمليات العسكرية؟ يعني نحن نعلم أنها في السابق كانت رافضة ثم صمتت ثم رفضت، الآن ما هو؟ طبعا للعلم والإحاطة، المجتمع الدولي في الأخير بكل تشكلاته قوى دولية أو منظمات وكذا، بالأخير هم يتعاطون مع صاحب المدفع الأقوى على الأرض، من سيسيطر على الأرض ومن سيفرض أمرا واقعا على الأرض هم سيتعاملون معه. يعني هذه طبيعة المجتمع الدولي. المجتمع الدولي بالأخير ليس قاضي تحقيق نزيه، المجتمع الدولي مجموعة مصالح ومجموعة قوى تتضارب على نفوذ وعلى مصالحها في المنطقة، ومن سيحقق هذه المصالح، أو بمعنى آخر من سيستطيع أو المجتمع الدولي يتعامل معه حول هذه المصالح وتفاهم معهم، هم عندهم إشكالية، سيتعاملوا مع جماعة الحوثي ويتعاملوا مع الحكومة الشرعية، لكن من سيفرض واقعا حقيقيا لا يمكن تجاوزه على الأرض هم سيتعاطون معه في نهاية المطاف. نعم، يعني فكرة الدبابة الأقوى أو الذي لديه الوضع الأقوى في على الأرض، المجتمع الدولي بطبيعة الحال سيكون معه. لكن هل يعني ربما نحن تحدثنا أكثر مرة، هل يعني تم استيعاب الدرس من قبل التحالف؟ هل يعني عرفوا أن القيمة الحقيقية هي على الأرض وليست على يعني طاولة الحوار؟ طبعا أجندات التحالف كل يوم تظهر وتكتشف أجندات جديدة، وبالتالي طول أمد المعركة أنا باعتقادي كان متعمد من قبلهم، وليس لديهم رغبة حقيقية في حسم المعركة في أسرع وقت ممكن. أنا باعتقادي التطورات اللي حصلت خلال بداية 2018، التطورات كلها كانت يعني تصب في صالح ما خطط لإطالة أمد الحرب من أجله، وهي أنه يعني ظهور مسميات جديدة أقرب ولاء لهم وتعمل وفق أجنداتهم التي من أجلها حصل الانقلاب في اليمن. يعني مثلا ميليشيات صالح اليوم التي قاتلت مع جماعة الحوثي وساهمت في إسقاط الشرعية، اليوم يتم احتضانها مرة أخرى وعودتها إلى صف التحالف العربي خارج إطار الشرعية التي دخلت التحالف. يعني نحن أمام تعقيدات أصبحت مكشوفة أيضا، يعني بقدر ما هي معقدة لكن في الأخير هي مكشوفة، أنه في طرف ما هذا الطرف يعتبر يعني ثابت رئيسي في معركة التحالف، يعني معناته خلق توازنات سياسية في المشهد السياسي اليمني، أطراف غير راضي عنها، أطراف راضية عنها على التحالف. يعني هذه التوازنات التي تم تخليقها وصناعة معادلات السياسة هي في يعني بحسب استراتيجيات التحالف إنها في صالحهم، لكن بالعكس أيضا يعني على المدى البسيط أو على المدى المتوسط لن يكون في صالح التحالف ولا في صالح المعركة في اليمن. إذا اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف دكتور محمد جميح المحلل السياسي من لندن. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور. إذا كيف تقرأ التطورات الأخيرة في المشهد العسكري دكتور محمد والسياسي أيضا؟ طبعا ما حصل يعتبر تقدم كبير بشكل واضح في معركة الحديدة، وهذا سينعكس بالطبع على الأداء السياسي. الاستيلاء على مطار الحديدة وإن كان مهجورا منذ أكثر من 3 سنوات أو نقول 4 سنوات، لأنه طبعا في المعيار العسكري ممتاز، لأنه قطع شوطا كبيرا باتجاه المدينة، ثم إنه وذلك أهم تمت من خلال السيطرة عليه السيطرة على طريق صنعاء الحديدة، لأنه هذا الطريق يوجد إلى الشمال أو الشمال الشرقي من المطار، وتم السيطرة على أجزاء واسعة منه، وبالتالي يكون المنفذ الرئيس لإمدادات الحوثيين من العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى في الجبال اليمنية الوسطى ستكون يعني منعدمة، ما عدا بعض الوسائل أو بعض الطرق التي تأتي من جهة الشمال والشمال الشرقي. الآن القوات بإحكام السيطرة على المطار تعد العدة من أجل الدخول في المدينة، وأعتقد أن المعركة ستكون كبيرة، لن تكون بسهولة معركة المطار الذي كان مكشوفا للطائرات و للقصف المدفعي. الحرب في المدينة ستكون مختلفة، ربما تتطور إلى حرب شوارع إذا ما تم اقتحامها، لكن
أعتقد أن التحالف والقوات الحكومية في الساحل الغربي ربما تضرب طوقا من الحصار على المدينة من جهاتها الثلاث، وهي محاصرة بالأصل من جهة البحر لإضعاف معنويات الحوثيين بالداخل، لكن ذلك يتطلب خطة طوارئ إنسانية من أجل فتح مخيمات للنازحين حال تم عمليات نزوح كبيرة من المدينة، ويتطلب كذلك الحفاظ على الممتلكات العامة والمنشآت المدنية وعلى أرواح المدنيين في المدينة. لكن هذا بالطبع سينعكس بشكل كبير على معنويات الحوثيين الذين يعني حاولوا اليوم التقليل من أهمية السيطرة على المطار، بينما هم كانوا في الأيام الماضية يصفون المطار بالاستراتيجي والمهم والذي لن تتم السيطرة عليه. بعد أن فقدوه اليوم يقولون أنه لا يعد شيئا، وأن السيطرة عليه لن تكسب الحكومة ولا التحالف نقاطا في الميدان العسكري، وهذا متوقع من الخصوم، إلا أن الواقع أن ذلك يصب في صالح الحكومة الشرعية، يصب في صالح التحالف فيما يختص بوجود قوات يعني ربما لا تجمعها قيادة واحدة هناك، وتخوف البعض من أن يكون ذلك عامل تفتيت فيما بعد إنجاز عملية التحرير. أنا أعتقد أن تعدد القوات بدون قيادة واحدة ربما كان سلاحا ذا حدين. الحد الأول الضار أن تدخل هذه القوات في احتراب ذاتي وداخلي فيما بينها، وذلك ما لا نريده، كما حصل في أفغانستان بعد أن تم طرد السوفييت من كابول ودخل المجاهدون الأفغان في حروب بينية داخلية. لكن هذا هو السيناريو الأسوأ. السيناريو الآخر الذي يمكن أن ننظر بإيجابية إليه، وهو أن هذه القوات يمكن أن تكون نواة مشكلة لجيش وطني متوازن أو لجيش يمني متوازن ممثل من جميع مناطق اليمن، وتبدأ مراكز قوى في الجيش متوازنة، لن يكون فيه المركز الموجود الذي كان في صنعاء متحكما في الأطراف، وإنما سيكون جيشا متوازنة من جميع الأقاليم، من جميع المناطق، من جميع التوجهات والمذاهب والرواة والأفكار. هذا إذا ما تم النظر إلى هذه المكونات على أنها عامل إثراء عسكري يمكن أن يؤثر في ميزان القوة في البلاد. نعم، إذا دكتور محمد، يعني لو تحدثنا عن المواقف أيضا الدولية وموقف المبعوث الأمم الأخير وحديثه عن جولة مفاوضات جديدة. طبعا المبعوث الأممي مارتن جريفيث خرج اليوم خالي الوفاض إنجاز التعبير من صنعاء، وعلي القحوم عضو المكتب السياسي لأنصار الله الحوثيين يقول بأن المبعوث الدولي خرج دون أن يتم التوصل إلى أي اتفاق. كان عرض عليهم أن يسلم الميناء إما إلى الأمم المتحدة تحديدا، وهذه هي الخطة التي كان وضعها ولد الشيخ، ورفضت من الأمم المتحدة حينها ورفضت كذلك من طرف الحوثيين. اليوم رفضت من الحوثيين، و أنا أعتقد أنه لا يمكن بحال من الأحوال، هذه قناعة ربما هي قناعة معظم اليمنيين اليوم بأن هذه الجماعة لا يمكن أن تجنح السلم، وهناك من يعول على أنه ربما باختلال ميزان العسكري ربما تجنح هذه الجماعة. أنا لا أعتقد ذلك، لأن مثل هذه الجماعات العقائدية عندما تهزم فإنها تزداد دغمائية وتزداد انكفاء على ذاتها وتزداد تمسكا وتشبثا بمعتقداتها، وتسول لها نفسها بأن ما يحصل هو نوع من الابتلاء وأنها ستنتصر. لأنك اليوم نحن اليوم عندما يحصل نوع من النقاش مع بعض الحوثيين يقولون بأن يقارنون أين كنا في 2004 وأين نحن اليوم. نحن كنا في مران في 2004 ونحن اليوم في معظم اليمن كما يتحدثون، ولكن الواقع أن المقارنة يجب أن تكون أين كانوا في 2014 وأين هم اليوم. كانوا في 2014 في ساحل عدن وهم اليوم مطاردون على سواحل الحديدة. بالمجمل أنا لا أتصور أن هذه الجماعة يمكن أن تجنح للسلم، وأنه الخيار العسكري يجب أن يتوصل التحالف والحكومة الشرعية إلى قناعة تامة بأن هذه الجماعة لا يمكن إطلاقا أن تذهب إلى المفاوضات، وأنها لا يمكن أن تسلم السلاح ولا يمكن أن تنسحب من المدن ولو اشتركت في الحكومة التحالف الوطني كان لهذه الحكومة ترى النور. ولكن الحل العسكري هو الحل الأمثل لمثل هذه الجماعات التي ليست حزبا سياسيا على الإطلاق.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. أشكر لك أيضا أستاذ نبيل البوكيري الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. كما هو لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.